is here like this. Okay. السلام عليكم. الاخبار الجمعه النهارده عندنا a little bit of a challenge, تحدي كده جميل. النهارده يبقى فيه 2 فيديوز, فيديو على دروس اونلاين هو فيديو الجمعه, والفيديو الثاني اللي هو البلوج, this blog اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. ف الجود نيوز ان الفيديو بتاع النهارده على دروس اونلاين حاجه لايت كده, مش حاجه دسمه زي ما تعودنا. يعني حاسس ان احنا بقالنا كتير ما عملناش حاجه خفيفه. هي حاجه خفيفه وبتاهل الحاجات اللي احنا هنعملها ان شاء الله بعد كده, طبعا في الانجليزي, يعني يوم الجمعه انجليزي على دروس اونلاين. الشيء الغريب ان قناه الفلوجز بتجرو او بتكبر بسرعه اسرع من دروس اونلاين مقارنه عدد السبسكرايبرز وعدد الفيوز والكلام ده كله. فده شيء غريب جدا, يعني من ساعة ما بدأنا الديلي فلوجز ده والسبسكرايبرز ما شاء الله بتزيد, وعدد المشاهدات بتزيد مقارنة بالقناتين يعني. بس شيء كبير او عامل مهم في الاثنين هو عدد الفيديوهات. يعني احنا في دروس اونلاين فيديو او فيديوهين في الاسبوع, لان محتوى علمي بيحتاج بحث وتحضير والكلام ده كله. الفلوجز الى حد ما مش متعبة في التحضير زي دروس اونلاين, فبتقدر انك يعني you know تقدر تعمل كونتنت يومي زي ما احنا بنحاول نعمل كده بجانب دروس اونلاين. ف very interesting, مثير للاهتمام الموضوع ده. كنا عملنا تجربه رمضان اللي فات ان احنا نعمل فيديوز على دروس اونلاين في كل يوم فيديو, كانت اللي هي سلسله انجلش تيك اواي للناس اللي متابعين دروس اونلاين اكيد ممكن يكونوا فاكرينها. قدرت ان انا اعمل 17 فيديو كل يوم فيديو بشكل متتالي, يعني كل يوم كان فيديو لمده 17 يوم. طبعا بعد 17 يوم الواحد استهلك تماما, لان انت كنت بتحضر وبتصور وبتمنتج والكلام ده كله في يوم, كل يوم فيديو. فكان موضوع مرهق جدا جدا جدا, بس قدرنا ان احنا نحقق رقم قياسي 17 يوم. فلحد دلوقتي اهو مكملين في الفلوجز والله المستعان. خلينا نصور ونمنتج ونظبط علشان نلحق ننشر الفيديو بتاع دروس اونلاين النهارده. يلا بينا. صحيح, يعني ده يوريك قد ايه الاستمرارية مهمة جدا جدا في الموضوع. يعني السر في النجاح في يوتيوب, يمكن اي حد يسألني في الموضوع ده, هو الكونسيستنسي. كونسيستنسي انك تبقى كونسيستنت, انك تستمر. الاستمرارية, الاستمرارية. انا لسه بتفرج على التايم لابس ده حالا, والحقيقه لاحظت ان انا عمال يعني بحرك ايدي كتير جدا جدا. سوري جايز, الناس اللي بتتضايق من الكلام ده في دروس اونلاين, يعني لسه واخد بالي حالا, بس هي في الحقيقه بتبان يعني اقل من كده يعني. فهحاول احاول كنترول ماي سيلف ان شاء الله اكتر الفتره الجايه. I will work on that. Okay. مصطلح الريندر للناس اللي ما تعرفش هو انك بعد ما بتقعد تقطع بقى الفيديوهات وتحط الكتابه والكلام ده كله, بتعمل ريندر علشان الجهاز يقوم مولف لك كل الكلام ده ويديه لك كده على هيئه فيديو واحد تقدر ترفعه على يوتيوب او على فيسبوك او اي حته. الحمد لله خلص ريندر ني ابلود, واعتقد هياخد له حوالي 40 دقيقه او ساعه. اي ثينك Yes, 42 minutes. بعد فترة كده بتلاقي ان بيبقى عندك حاسة كده الفيديو ده هيترفع في قد ايه, يعني على حسب خبرتك السابقة في الفيديوهات يعني. فانا قلت 40 دقيقة او ساعة, وهو جاب 42 دقيقة. والحقيقة ان هو بعد شوية عمل كده بقى حوالي ساعتين الا ربع. خلينا نطلع فوق كده نقول كلمتين كده في الطراوة, والفيو فوق جميل. انا كنت عايز اطلع اروح عند التينة دلوقتي, بس الناس دلوقتي مروحة بالبهايم بتاعتها, ف يعني هتبقى دوشة قوي. ف يلا بينا. آه.
الحقيقة المنظر جميل بجد يعني، والمكمن الواحد قاعد طول النهار تحت، فما بتشوف حاجة واسعة كده وخضرة بقى وتنبسط. العسل دي مش هتجيب الفيو زي ما هو. انا هنزل اجيب العدسة الخمسين واخد كام شوت كده. Let's go. يا فين دي العدسة الخمسين؟ Why not؟ يلا بينا. ناخد الكاميرا دي نركب عليها العدسة دي ونشوف الشوطات هتبقى عاملة ازاي. جميلة العدسة الخمسين يعني، وش شمال الشاشة بحالها، بس يعني لها استخداماتها برضو يعني. شوف حتى دلوقتي الباك جراوند بلوري قوي، مش باين منها اي حاجة. اوكي، في سؤال يعني بيتكرر كتير للناس بتوع الثانوي، قول لنا حاجة للناس اللي في ثانوي اللي بقالنا مش عارف 3 شهور على الامتحانات ولا ايه، فنعمل ايه؟ خلينا نركب العدسة التانية علشان دي اوسع. اوكي، نفس مكان الكاميرا ونفس المكان اللي قاعد فيه، بس فيلد فيو مختلف تماما. خلينا نقرب حتى شويه علشان الميكروفون. الناس اللي في ثانويه عامه يعني في كلام كتير ممكن يتقال لهم، بس ممكن الخص كل الكلام اللي انا ممكن اقوله في حاجه واحده بس. اقرا كتاب العادات السبعه للمراهقين الاكثر فعاليه. الكتاب ده انا قريته وانا في ثانويه عامه وفرق معايا جدا، مش بس في الثانويه، لا فرق معايا في حياتي كلها بعد كده. فهيعرفك على حاجات وعلى مفاهيم انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجة. هيعرفك ان انت في بعض الاحيان محتاج انك تطلع بره مود المذاكرة ده وتروح تخبط في حاجة. هيعرفك حاجات ويحكي لك قصص ناس ناجحين كان حاجة واحدة بس او تعديل بسيط جدا في روتين يومهم عمل تغير شامل. فبليز ريد ذات بوك، العادات السبع للمراهقين الاكثر فعالية. ممكن بعض الناس اللي بتتفرج علينا يكونوا سمعوا الكلام ده كتير، خلاص يا عم انت قلت مره انت هتقعد تعيد وتزيد يعني نفس الاسطوانه المشروخه بتاعت كل مره. بس للاسف الناس ممكن تفكر دلوقتي هو ده وقت قرايه، يا عم انا هذاكر، رغم ان قرايه الكتاب ممكن ما تاخدش منك 3 ايام لو كل يوم نص ساعه او ساعه يعني. فانا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب وان انت هتسوف في الموضوع تقول لا انا اقعد اذاكر احسن. اقف العربية، لازم تمون الاول علشان تقدر تطلع باقصى سرعة. فمعلش يعني هما تقريبا باقي 3 شهور على الامتحانات، يا سيدي خد بريك واقرا الكتاب ده، هيساعدك والله هيساعدك جدا. ممكن تلاقيه في صورة لازبكية لو انت في مصر، او ممكن تنزله بي دي اف موجود على الانترنت منتشر في كل الاماكن يعني. فبليز ريد ذات بوك. مسافر بكرة ان شاء الله يعني، خلاص كده فترة الاقامة في البيت خلاص كده كتير جدا. عندنا يوم حافل بكرة وخلاص بقى ما عدناش هنشوف المناظر الجميلة ديت في الفلوجز. في سؤال يعني من أخونا أحمد السق بيقول ازاي اتخلص من الطاقة السلبية اللي في البيت؟ أنا طول ما أنا في البيت ماليش نفس أعمل حاجة أبدا ولا حتى ذاكر، تعبت من الموضوع ده، ازاي بقى اتخلص من الطاقة السلبية دي؟ والله somehow يا أحمد نفس يعني إجابة السؤال ده هتلاقيه جوه كتاب العادات السبعة للمراهقين الأكثر فعالية، وهيحكي لك قصص على ناس برضو كان عندهم نفس المشكلة ان هو طول ما هو في البيت ما بيعرفش يعمل اي حاجة. فأول حاجة اقرا الكتاب. تاني حاجة يعني باختصار كده اطلع برا البيت، يعني من ان البيت عامل لك مشاكل اطلع برا البيت. روح كافيه، روح كووركينج سبيس، اطلع لو انت عندكم بيت يعني مش شقة، اطلع فوق السطح جرب تذاكر فوق السطح او تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها فوق السطوح يعني. فلو المكان اللي انت فيه معطلك انقل. الجو بدأ يبرد وفي هواء، مش عارف احنا في صيف ولا في شتاء ولا في ايه بالظبط. الواحد في نهاية
موضوع يعني في نهاية أي حاجة عامة يعني بيبدأ بقى يحس إن هو الحاجة دي هتوحشه وقد إيه الحاجة دي كانت جميلة وهو ما قدرش يستغلها صح. هو ده نفس الشعور اللي عندي دلوقتي، أنا ببص كده الخضرة بقى والترعة والناس والدنيا الجميلة ديت. سافر بكرة يعني هم 5 أيام يعني مش هقطر وراجع تاني، بس سبحان الله يعني أنت لا تدرك ما تملكه إلا بعد أن تفقده يعني. أفورة صح؟ I'm sorry. See you tomorrow guys. Bye. فرحتي بالفور جي فوق السطح عندنا يعني يعني لا تقدر بثمن والله. يعني دلوقتي انا هنزل اجيب اللابتوب واطلع اقعد فوق السطح هنا واعمل ابلود للفيديو من الموبايل، فالحمد لله والله طلوع السطح برضو ليه فوائد يا جماعه.